بيضحك بعصبية مش كده؟ هو من أول الليلة مش طبيعي. وعمرك ما هتعرفي إمتى هو طبيعي وإمتى هو مش طبيعي، ومش هتشوفي وشه الحقيقي أبدا. الحقيقي أبدا؟ أعتبر ده إيه؟ مدح ولا ذم؟ ممكن بقى تسيبك منه هو وتقولي رأيك. رأيي فيك؟ في عروسة البحر يا قطاعي. عم أقبري جاي عيده تاني. خلاص يا أنيس، أنا كده عديت النار والحمل، رميته من فوق كتافي، قفلت الباب. لا حب ولا ذنب شايلاه ولا انتظار ضايع. الناس هنا في العطارين هي سكتي، من غير حيرة ولا هم. خلاص اخترت، زي ما اختارت تهاني بقلب بارد، اخترت أنا وسط النار. بصيلك وانتي فرحانه من الهدايا اللي بتتحدف لك، اللي يعرفك واللي ما يعرفكش. دول بيجاملوا حشاد، عشان كده انا بكرههم. بس مش يمكن في منهم يجاملك انتي؟ طب وانت ليه ما جملتنيش وجبتلي هديه زيهم؟ اكيد انت مش بخيل. ممكن نقول عشان ما بقاش زيهم. صح، انا قلت كده. تعرف كل دول زي بعض، كل ما بشوفهم اكني بتفرج على فيلم صيني، ما بعرفش افرقهم عن بعض ابدا. صحيح، كده وحش. عشان كده قلت اخطفك، اخطفك ونبعد عنهم. بس انا مش مسلي، كئيب. هتعمل ايه مع واحد عجوز وكئيب، ويمكن اطلع كمان عدو النساء حقيقي؟ بس انا مش نساء. قلت بايه؟ جنيه. عرفت البحر الجنيه. بجد صدقني يا عبد القادر، انا ساعات بحس ان مكاني مش هنا، ان مكاني مش على الارض. امال فين؟ مش عارفه، بس مش هنا، مش في وسطه. ما بقتش طايقه اعيش وسطه. في الوحشين وفي الطيبين. بس أنا ما قابلتش الطيبين، كل اللي شفتهم وحشين.
يبقى كده انا بعملهم؟ لا لا، من اول مره شفتك فيها وانا حاسه ان انت مش زيه. استني عليا شويه وهتلاقيني زيه واوحش كمان. كده مش عارفه، يبقى لازم تيجي اسكندريه كتير كتير قوي عشان اقدر احكم عليك. مع الاسف مش هقدر، مسافر بره لندن. طب وايه يعني؟ ما انت على طول مسافر وعندك مكتب في كل حته، لما ترجع المره دي هقعد مده طويله ويمكن ما ارجعش خالص. ايه ده؟ انت ليه بتقول كده؟ ما تتخديش كده، في الاف الناس بتموت كل يوم. يا عبد القادر ليه بتقول كده؟ هو في ايه؟ انت مسافر ليه؟ هعمل عمليه جراحيه مش مضمونه، هتنسيني بسرعه، حتى حشاد لو عارف مش هيقولك. لا انت لازم تديني نمر تليفوناتك. انت عندك مكتب في لندن مش كده؟ عندي. بليز لازم تديني النمره، لازم تديها لي قبل ما تمشي اكلمك. كده عروس البحر عامل لك الحفله هنا في العزبه مخصوص، سايب الناس كلها بحر مع الراجل العجوز ده. كلها يا حشاد. والعيال بقى ان شاء الله عايزه تمشي. تمشي؟ تمشي ازاي؟ كده وصلنا لمفاجأة الحفلة، يلا نعلنها. لا لا لا، انت مرقوش ما تضمنكيش، ما اعرفش هتعمل ايه مع الناس دول. مفاجأة، زواج انشراح الزيني من متولي العدوي، تسمع عنهم؟ انشراح الزيني؟ متولي العدوي؟ ما كانت حتة حفلة؟ طبعا، ما انت لميتي الغلة. غلة؟ بيقول غلة، متولي لغته عالية قوي. مش تقولي لي انها كانت هتعمل عملتها دي؟ ايه متولي؟ انت مكسوف ان الناس عرفت بجوازنا ولا ايه؟ بالطريقة دي يا انشراح؟ ايوه متفقة معاها يا متولي. كده اهو، يبقى اكيد متفقين على حاجات تانية من ورايا وانا قاعد مش دريان. حاجة زي ايه يا متولي؟ والله اسألي نفسك يا هانم. متولي بلاش الحاجات دي قصاد البنت. ليه بقى يا اختي؟ خايفة على الملاك؟ الملاك اللي اتربى على ايديكي؟ فوقي بقى يا انشراح، البنت كانت بتلعب بيكي لوحدك قبل كده، لكن دلوقتي بتلعب بيا انا كمان. يعني ايه بتلعب بيك انت كمان؟ ايه؟ بشغلك من وراها يا متولي؟ لا يا هانم، انا اصلي ما انفعكيش، انا مفلس، الدور والبايع اللي جرتيني انا وهي لغاية بيته. حشيت؟ ماله حشحش؟ حشاد ده ساعدنا في افتتاح المطعم يا متولي، وبعدين جاب لنا زباين كبار قوي، وبعدين انا اللي اعرفه مش هي. دي حساباتك انت يا هانم، لكن هي ليها حسابات تانية. وحشاد يطلع ايه بقى في حساباتي؟ مجرد سلمة، لكن بعدها اهو جرتينا انا وهي عشان نبقى غطا وستارة عليكي للسلمة التانية. السلمة اللي أكبر وأغنى من حشاد، سي عبد القادر بيه بتاعك اللي جرتيه على جنب عشان تشويه على الجنبين وبعد كده تحطيه في جيبك وترجعي تكملي لعبتك معانا وتعمل لنا فضيحة قدام الخلق. الحقي جوازك منه فضيحة، بيستعر منك الجربوع ده. اخرس يا بنت انتي. استنى بقى متولي، كفاية كده. لا مش كفاية، الحقيقة اللي دفقت في حضنك يا هانم عشان تلدغك هتقوم دلوقتي وتلدغني معاك انا كمان. انت عايز ايه يا متولي؟ عايزها تخرج من حياتنا ودلوقتي. مش هيحصل. لا هيحصل، ولو ما حصلش يبقى بيني وبينك ورقة الطلاق وقدامك للصبح. متولي سيبيه سيبيه هو بس يقول ايه؟ تعالي يا عمتي تعالي سيبيه. ايوه كده فوقي كده، تبقي انشراح بجد. ساتر ده كلب كلب ولا يسوى. أول مرة أحب تاني. بس هو ما يهموش غير التوكيل اللي خده واللي ممكن ياخده بعد كده. توكيل؟ أيوه، مش هيستكفى لحد ما يضيعك. صدقيني يا عمتي مش أنا اللي محتاجالك دلوقتي، أنا هبني نفسي بنفسي وبكرة تشوفي. أنا اللي هاخدك معايا لدنيا تانية، لعالم تاني خالص غير اللي احنا فيه. أنا مش طمعانة فيكي، مش بتخانق معاه عشان فلوسي زي ما هو عايز يفهمك. ناجي ردي على ناجي، ردي على ابنك، ما تخافيش. انت خايفة دلوقتي ناجي يجي عشان خاطر الكلب ده؟ طلعيه من حياتك كلها، ردي على ابنك وخليه يجي.
استاذ عزم، لان رافت الدائم بيقول انهم ما عرفوش يبوظوا التحقيق المره دي، بس لو فلت هيتشال الاستاذ رافت ويمكن حشاد يطولنا احنا كمان. لا انا عامل حسابي لكل حاجه، محتفظ بصوره للاوراق كلها. الفساد اللي عامله واحد زي ده او غيره لو ما لقاش حد يواجهه يا عزت، يبقى هو ده مدخل الخطر لكل اللي عمله عبد الناصر في البلد. انا متاكد ان انا من يوم ما سبتكم انتوا لسه بتتكلموا في السياسه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. انا يا ولوز مين زعليش؟ الحمد لله على السلامه يا معلم باري. انيس حبيبي يا ابني وحشني. الغربه ما خدتنيش لبعيد زي ما قلت يا عم باري. شكلك مبسوط وقلب الناس ومخك ده وحشتني قعده القهوه وريحة البحر وهي جاية علينا بريحة التمباك. الله، ده انت عايز تشرب الشيشة معايا بقى. بقول يا عم باري، اخبار عزيزة ايه؟ يعني ايه يا انيس ده كمان؟ طلع منهم يا باشا في التنظيم. قطع اجازته؟ هيبان. بس يا باشا رغيهم كتير في المينا عن حكاية التحقيق مع سعادتك. خليهم يكشفوا نفسهم عشان ساعة الجد احصدهم حصد، اديهم بالجزم. سيف، عايزك تعرف بيتقال ايه ومين بيقول ايه بالظبط. ما تقلقش يا باشا، انا رجعت شغال وراه. وحكايه بتاع الخرده وزميله هيفضلوا جعجعوا على الفاضي كده وخلاص ولا ايه؟ الو مين؟ عروسة البحر. حشحش، ميرسي قوي قوي على صاحبك بتاع المحافظه ده. لا 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 لا، انا عايزه نتيجه اسرع. بس اوعى تقول لعمتي، احنا عاوزين نعمل لها مفاجأة زي ما قلنا. اوكي رجع يا ستي رجع. دقيقة واحدة. رجع؟ انا كنت عارفة انه هيرجع زي الكلب. غوري غوري اقفلي الباب علي. حاضر. الو اي حشحش؟ لا ده كلب صغير ما يتعملوش حساب، هنشحنه في شوال قريب. بقولك ايه، هو مفيش اخبار عن عبد القادر بعد ما سافر؟ وبعد ما افتكرنا انها وافقت على طموم طلعت رفضاه. يعني سكت؟ انا هقول ايه يعني؟ ما تجيبها له على بلاطه بقى صبحي. ما جبتها له على بلاطه يا عم قباري، هو اللي مش عاوز يفهم. مين اللي قالك ان انا مش عايز افهم؟ يعني ايه؟ طب انت فاكر لما عزيزه كانت تسلم عليا وانا مسافر؟ ايوه. بعد المركب ما طلعت بدقايق كان هاين عليا نط المركب وارجع تاني. معقول؟ ايوه. ابو العباس اخيرا فهمت. مش حكايه فهمت. امال حكايتي ايه؟ الحكايه الكلام ده اتقال لعزيزه بقى. عم انت عايز تجيب رجلها في كلام ولا ايه؟ طب انت عارف عزيزه بتعمل ايه في العطارين دلوقتي؟ ايه يا ام حسني زهرتي يا وليه كمان؟ سيبيها يا احسن خالد سيبيها، سي ان غران جور النهارده. باردون، النهارده يوم عظيم جت بيه رجعه للشباب من تاني. البركه في استهاني. لا البركه في عزيزه امينه خانم. جيجوري يا ماما لي باردون، انا حلفت جوزي جت بيه ان انا هوزع الشربات بنفسي. قرب قرب قرب، بشرى الاهل العطارين، تعال واتفرج. كم هير كم هير، قرب قرب قرب، افراح العطارين للحلويات الشاميات والغربيات للعروسات، افراح العطارين. كم هير كم هير، قرب قرب كم هير. اتفضلوا ودوقوا وشوفوا المستوى. اتفرج وشوف. الف مبروك يا عزيزه. الف مبروك يا ست عزيزه. الف مبروك. متشكر متشكر. الف شكر. ايه اللي انت عايزه بقى؟ شوف ميكروفون يا راجل. الواد جمعة الخلل ده اصر يجيب ميكروفون على حسابه. قول له يبطل يا قط. لا لا يا استاذ كير، ده انا فرحانه بيه قوي طالما من قلبي. ليكي حق يا عزيزه، الكل فرحان من قلبه يا عزيزه. يا سلام، مفيش احلى من الحلويات دي ابدا. امال ايه، احنا اللي بيورد لنا الحلويات اكبر حلواني في اسكندريه كلها، ده من ايام الملك فاروق. يا سلام، من ايام الملك فاروق ولسه عايش. اللهم صلي على كامل النور. بسم الله الله اكبر. يا ألف ليلة بيضة، يا ألف ليلة نور، على أحلى حاجة حلوة في النجع وفي الكفور. على عصوص. نعم. أحلى ورد لست الكل. الورد ده من بدر الدوجة
أجمل وأحلى ورد. طب يا أخويا بدل الورد وتخف إيدك عني وانت بتتفق وبتذبح. طب علي النعمة وقسما بالله العظيم، وده قسم بأربعة واربعين يمين قدام كل الناس، لو ست الكل أمرت المحل ده هدية إلى الأبد. أمريني يا ست الكل. المحل ده ما يخصنيش يا معلم، ده يخص الأستاذ جاد. وبعدين ما انت مضيت وبعت، خد يا عصعوص ادي المعلم. تسلم ايدك يا ست الكل. اتفضل يا معلم. الله، راؤوف جه من مصر. سعيد يا جماعه. سعيد عليك. الف الف مبروك يا عزيز. ده الصحافه وصلت صحيح. نجيتك غاليه عندنا قوي يا رؤوف. قدمي عيد الاستاذ رؤوف. اتفضل. شربات يا سوبر. شربات معقوله ملك هاني بنفسها بتقدم لنا الشربات؟ الشربات والحلويات سوا سوا يا ملك هانم. جاد، مش عشان انت المرة دي جاد، ده عشان عزيزة حبيبي. ألف مبروك، ألف مبروك يا جماعة. معلش يا عزيزة تأخرت عليكم. كده برضه يا دكتور، خلاص عيادة الرمل هتاخدك من على الطريق. ده مستحيل يا عزيزة. مستر جاد، ألف مبروك. متشكرين يا طموح. ألف مبروك. مبروك يا عزيزة، ربنا يجعله قدم خير وسعد يا رب. يا رب يا رب. أنيس. مبروك يا عزيزة. ألف حمد لله على سلامتك يا أنيس. الله يسلمك. وبكده يا ست الستات يبقى عندنا حجوزات لـ14 يوم قدام. بسم الله ما شاء الله. ده مراني، سيبك من الحجوزات وكمل. أكمل إيه؟ ما خلاص يا ست هاني. أنت قلت إنها كانت راجعة معاه ساعة ما وصل، مظبوط؟ مظبوط. يعني هي اللي راحت جابته بنفسها، مش هو اللي جه لوحده. انا ما قلتش حاجه يا ست الستات. الو. ايوه، انا طالبه نمره تتحول هنا من لندن. انا معاكي ست الستات. مفيش داعي تجيبي سيره لسيناجي بموضوع الجواز ده، الله يسترك. اسكت يا راجل انت، اسكت. الو. ايوه، مكتب عبد القادر بيه. مش معقول انت عبد القادر؟ الله، طب انت كويس اهو. امال ايه بقى بتقول انك تعبان ليه؟ بتضحك عليا؟ لسه هتعملها. هتعملها امتى؟ انا كويسه، بتكلم من المطعم. ايه، مش شامم ريحه الجمبري المشوي؟ وحشك. طب يلا خليهم يظبطوا فيك الحاجات البايظه دي عشان تيجي بسرعه. عبد القادر، كلمني قبل ما تعمل العمليه وبعدها كمان. هستنى تليفونك. باي باي. بالسلامه. يا رب ترجع بالسلامه يا عبد القادر. خير خير يا ست الستات. دمراني. عيون دمراني. هتروح للراجل ده في المحافظة، هتقوله ان انت جاي من طرف حشاد بيه، وهتاخد منه ترخيص بنا. بنا باسمي. الموقع يهبل يا ست هانم. ده اختياري انا، انا ليا الحلاوة. دمراني، مش عايز عمتي تشم الخبر باي حاجة. ها، ولا هو 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 بان. عايزك تعرفي ايه اللي بيعمله، ايه اللي بيحصل بعد ما استلم التوكيل من عمتي. العمارات، استر. ايه ده؟ ايه اللي جاب ده هنا تاني؟ بقول لك ايه؟ ما تجيب لهاش سيره متولي، سيب انا الحكايه دي. ماشي. اهي بعتت انده لنا اهي. منورين يا بهوات. سيب ايه؟ يا ست تهاني عايزاك. ماشي. لا لا لا، خليك انت يا سيسي بيه. اتفضل هنا. ايه اللي جاب ده معاك يا سيف؟ قصد انه يجي قبلك، جبته معايا كده اهو. ليه بقى؟ له مصلحه عند حشاد بيه كده. خلاص بقت بالمفتش، بقيت انا البت بتاعت البيت اللي بتخلص الحاجات وتاخد العمولات. لا 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 لا، اللي يقول كده ده اني اقطع رقبته. ما انت قلتها يا حبيبي.
لا السيس ده ابن حتتك وعارفك كويس زي ما انا عارفك كويس. انت بنيت راجل لا حشاد ولا الجن يقدر يطول منك حاجه. سيف هات من الاخر. ماشي من الاخر بقى. انت وهو لكم مصالح عند حشاد وحشاد بيعمل لك الف حساب. ايه المانع ان انتوا تتعاونوا سوا؟ شيلني وشيلك. بس مش ده اللي انا اتعاون معاه. ما تروح تتوسط له انت. لا انا شغلتي اتوسط في الاول وبس وبعد كده حشاد بيه يذبح براحته. بس السيسي ده كلب. معلش بس خدام كويس وانا شايف ان انت داخل على مشاريع كتير وممكن تحتاجي له. وبالمناسبه هو جايب لك اخبار من العطارين. العطارين؟ مساء الخير يا ست تهاني. سيف ممكن تسيبنا شويه؟ ماشي على ما يكونوا جهزوا طلباتنا. طلباتكو عندي. ما نتحرمش. كل سنه وانت طيبه. ايه ده يا سيسي؟ حجاب من العطارين؟ لا اصل انا ما كانش ليا نصيب احضر حفله عيد ميلادك في فيلا حشاد بيه. طب شيل هديتك وقول لي بقى ايه الاخبار اللي انت جاي تقولها لي من العطارين. لا 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 هو سيف قال لك ده انا لسه يا دوبك جاي من الحته هناك. الدنيا مقلوبه بشكل غريب. ليه كفالة الشر؟ حصلت مصيبه؟ فتحوا محل حلويات ولوازم افراح عقبال ما نفرح بيكي. هي دي بقى الاخبار المهمه اللي انت جايبها؟ لا انا جاي لك واحده واحده. عارفه الاستاذ جاد المدرس اللي على المعاش؟ عارفاه. ورث يا ستي بقى عن اخوه وعمل شركه ما شاء الله حلوه قوي 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 مع الست عزيزه. لا وايه؟ اسمع يا زباله انت. تهاني. اسمي الست تهاني. وما حصلش ان قلت لك روح اشتغل لي جاسوس على اختي وسبق اني حذرتك من الموضوع ده قبل كده لما كلمتني على سفر انيس. سبق اني حذرتك ولا لا؟ انا غلطان ولعلمك بقى عزيزه واللي هناك حاطينك في دماغه وانا بقى بعتبر نفسي مكانك هناك. لكن انت بقى اسمع يا سيسي انا ما بفكرش في الحاجات الهايفه دي. واللي بيفكر زيك كده عمره ما هيوصل لحاجه ولا هيعرف يخرج من العطارين ولا هيوصل لحشاد ولا لغيره. ماشي. ومع ذلك كنت عايز ايه بقى من حشاد بيه؟ لا ملوش لزوم ما دمتي مش محتاجاني في حاجه وما دمت ان انا مش قد المقام يبقى بلاش منه. لكن ممكن تحتاجي تسمعي لسيف ده اذا كنت خايفه على المطعم بتاعك ده. المطعم؟ المطعم في تعبان كبير قوي اسمه متولي وسيف هو الوحيد اللي عارف حكايته كويس لانه كان معاه. سلام. بالمناسبة وبالمرة وكمالت غتاتة مني أنيس رجع وحضر الافتتاح. غتاتة ايه خير؟ زفت. ياه اتهديت يا ماما النهاردة بس الحمد لله. المشروع باين هينفع يا عزيز. قول ان شاء الله يا ماما هيبقى فتحة خير علينا. ده حتى عم جاد في ذهنه ان هو يطور المشروع بس برضو على قد الناس هنا في العطارين. وانيس؟ مال انيس يا ماما؟ ما طلعش يعني. راح القهوة معاه وحشته قهوة عم عبده وحيجي بكرة مخصوص عشان يشوفي. هيجي مخصوص عشانك انت يا ست الكل. طب يلا غيري هدومك وتعالي كلي لك لقمة ده انت ما كلتيش من الصبح. صحيح رميتي الحمل كله من على كتفك يا عزيزة. امال ايه اللي اتنفض في صدرك اول ما شفتي انيس؟ وانتم انتم يا اصدقائي ويا احبائي ان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله بيوتيفول عبقري انت اللي شنتي يا استاذ. يا واد يا جوب اسكت خلينا نسمع الكلمتين بتوع جدع فادي. طيرتي الكلمتين من دماغي يا جمعه منك لله. قصر المال يا جاد قول انك مبسوط خلص قصر يلا. مش مجرد مبسوط يا جرجس افندي انا اصبحت متفائل بالحياه. يوم ما مات العمده مرحوم اخويا ورثت عنه ما حسيتش ان في حاجه زادت في حياتي اتغيرت في حياتي بالعكس
لكن النهارده النهارده واحنا بنفتح المشروع انا وعزيزه شعرت ان الدنيا اصبح فيها امل جديد، فيها نور بعد كل الاحزان اللي فاتت. في امل ولا ايه يا انيس يا ابني؟ مظبوط يا عم جاد، والله كل كلامك مظبوط. الصحافه بقى تقول كلمتها، حكم الصحفي بتاعنا بيقول كلام حلو. يا ريت، انا صحافه حوادث للاسف مش مناسبات سعيده. اصله يا سيدي مش جاي جميلكم، لا جاي لينا ولا ليكم، ده جاي عشان مأموريه في المينا. في المينا؟ ايوه، كلفوني موضوع خاص بمخالفات في المينا وكوارث، وظهر ان في حد من فوق مهتم باللي بيحصل في المينا، وطلبوا مني موضوع افرده في صفحه الحوادث عادي. اذا كان كده يبقى نتقابل بكره هناك يا رؤوف، افتكر ان انا اقدر اساعدك. انا كنت هقول لك، مع اني معايا بيان بكل اللي هتصل بيه. خلونا بقى في سي انيس عشان نعرف ايه اخباره البحريه السندباديه السبعه. ايه ده يا عمتو؟ انتي نازله؟ ده احنا شطبنا المطعم خلاص. لا انا خارجه مع متولي. اتاري بقى متشيك اللي نادي على سنجة عشرة وقاعد مستني. بس على فكره ما كانش في داعي تتعبي نفسك كده وتروحي ترجعي، هو كان راجع كان هيرجع زي الكلب انا متاكده. تهاني انا ما روحتش لمتولي الا لما عرفني بالتليفون ان حضرتك ناويه تعملي مطعم جديد. الله، ده بيتجسس عليا بقى. الله 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 الله، ده حكايتك بقى بحق وحقيقة اللي هتعملي مطعم ومن ورايا. تكرهي ان انا اعتمد على نفسي يا عمتو؟ مش انت وقفتي قدام العطارين وحاربتي وخدتني في حضنك وكتبتلك المطعم وجبتي اللي حط ايده على المطعم وعليكي وعلى كل شيء؟ تهاني كفايه كده بقى. ولما حبيت اكشفهولك وهو كان هيكشف روحه جريتي عليه ترجعيه، يعني مفيش فايده مفيش فايده. حشاد هو اللي بيساعدك؟ انا اي حد اطلب منه اي حاجه ينفذ ومن غير اي ضمان. تهاني يا حبيبتي السوق مش لعبه، شوفي ايه المطلوب عشان اخلص بدل ما تتورطي وتتعقد قدامك. لا انا مش هخليكي تدفعي ولا مليم، وبرضه مش هتتعقد. لا ده انت نويتي بقى انك تغدري بيا زي ما غدر بيا ناجي. لا انا نويت ارجع انشراح، انشراح الحقيقيه، انشراح اللي عملت كل ده، انشراح اللي كانت بتقلعهم برجليها وقت ما تحب. لا لا يا ماما، فوقي انتي ما تقدريش تعملي حاجه من غيري. فوقي بقى، مفيش قدامك غير عمتك، يا اما مفيش قدامك غير العطارين. العطارين؟ تقولي العطارين؟ انا ما بهددكيش، انا بس بفوقك. بس انا مش هرجع العطارين، وكمان مش هكون تحت رحمه كلب جبتيه في وسطنا. انا هحقق اللي محدش تخيله، لا في العطارين ولا في الانفوشي ولا في اسكندريه كلها. ياه، كل ده عشان تستغني عني يا تهاني زي ما عمل ناجي. انا مش ناجي، انا تهاني اللي ايديها كانت في ايديك يوم ما ابوها مات والاوضه مقفول عليه، عشان كده مش ممكن نهرب من بعض. اسمعي تهاني، انا عايزه اقول لك على حاجه. حشاد ده مفيش حاجه عنده ببلاش، يعني لو ظهرت واحده في حياتي. اسمعيني انت بقى كويس قوي، حشاد ده زي ما اسكندرية كلها في جيبه هو في رجلي، وينفذ لي كل حاجة أنا عايزاها بالأمر، ووقت ما أحب أقلعه من رجلي أقلعه. وعندك طقم قرفة تاني سبيسيال على حساب مستر جاد. المرة الأولانية اللي سافرت فيها كانت الكلمة دي بتتقال لأي مصري؟ أنت من بلد مصر؟ دلوقتي خلاص ما بقتش تتقال، اعتبرونا متنا ومش هنقوم تاني.
هو ده اللي بيدبح امجاد. انا مش فاهم اللي حاصل واصل. مش عبد ناصر هو اللي ولعها حواليهم نار في حرب الاستنزاف عشان يحسوا ان فينا نفس؟ وهو اللي وقفها لما ظهرت مبادره اللي اسمه روجرز ده. ما تتكلم يا رؤوف يا ابني. بعد اذنك يا رؤوف. صحيح يا عم جاد هو اللي وقفها وقتها، لكن ما وقفش الاستعداد للحرب، لا. اعاده بناء الجيش كانت شغاله على الاخر عشان حرب حقيقيه، كان متاكد انها محتومه. هيبان قريب. تفتكر المعركه اللي شغاله ضد حشاد في المينا دلوقتي هتبقى مؤشر مهم قوي ولو بشكل غير مباشر؟ وحشاد طبعا شغال زي ما هو وزاد على الاخر، خصوصا بعد ما التحقيق معاه فشل اكتر من مره. ايوه، بس هي علاقه اللي احنا بنتكلم فيه بقضيه زي دي؟ احنا بنتكلم على الحرب مع اسرائيل ورد ارضنا صبحي. الفساد والانحراف يا انيس موجودين في كل بلد وفي كل وقت، بس لو رجحت كفته قوي بيبقى مؤشر لكل شيء وعلى كل مستوى. وعموما التحقيق اللي شغال مع حشاد دلوقتي في المينا وبادله واضحه وسطعه، لو طلع منه بريء ونضيف هبقى مش مطمن للمرحله دي كلها. التفريط ما يتجزاش. واكيد اللي بيحصل في المينا واخد من وقت اللجنه كتير، لان نتيجته مهمه قوي زي ما قلت لك. بالمناسبه انيس، انت عارف ان الست بشراح من اصحاب المصالح عند حشاد، وده واضح قوي من مساهمه حشاد الجامده جدا بنفوذه وعلاقاته في تجديد المطعم، مطعم عروس البحر. ايه؟ عروس البحر؟ هو بقى مطعم خمسة نجمة وعلى أعلى مستوى، واتسمى باسم جديد، واتكتب باسم تهاني، اتنازلت عنه. لتهاني؟ وده بعد ما قتل عم خليل ولا قبلها؟ المهم أنيس، خلينا في عزيزة. على رأيك، خلينا في عزيزة. كلمتها ولا لسه؟ لسه والله صبحي. مال مستني إيه بس يا أنيس؟ وقفوا على العمل يا صبحي. حشاد؟ روح مكتبه دلوقتي تلاقيهم بيلموا الورق بتاعه، وهو قاعد في البيت لغاية ما يكمل التحقيق. اخيرا. المره دي كان صعب قوي انه يفلت، ولو فلت دي كانت تبقى مصيبه. دي كانت تبقى مصيبه من كله. دلوقتي بقى في امل من كله زي ما قلت لانيس. انيس رجع وما يقوليش. ستي امي الله يسترك، الراجل حجان. امي يا ستي تهان. حرام عليك، يا حرام عليك، كل يوم تصحيني كده. في واحد على التليفون عايزك، بيقول عايزك في حاجه مهمه جدا. اخيرا. واحد مين؟ حشاد؟ لا. عبد القادر؟ هو ترانك؟ لا، بيتكلم المطعم. اسمه سيف. سيف؟ هي عمتي نزلت؟ لا لسه نايمين، اصلهم رجعوا في الفجر. عقبالك يا رب. وقفوه عن العمل؟ ايوه، يعني هيقعد في بيتهم. مش معقول. ما هو لسه التحقيق ما خلصش. انا مش فاهمه، مش عارف اقول لك ايه. اصل شكله مش حلو بصراحه، وما دام وقفوه عن العمل يبقى التحقيق مش في مصلحته لغايه دلوقتي. ليه؟ ما تتكلم يا سيف، هما مسكوا عليه حاجه. والله ما انا عارف اقول لك ايه، بس انا بصراحه متحير وبين نارين. ما تتكلم بقى، انا ما عنديش خلق. انا بصراحه بقى اللي يهمني اكتر انت مش حشاد، ومش عايزك تتغري بيه. حشاد موقفه زي الزفت، رشاوي من هنا وعمولات لشركات بره وقرارات غلط لمصلحه محاسيبه. وصبحي ابن خالتك هو اللي كان واقف له من بدري. صبحي؟ ما هو صبحي هو والمجموعه اللي معاه هم اللي جابوا داغه. جابوا داغ حشاد؟ عشان كده بقى انا عايزك تقابليه. قابله؟ وليه؟ انت عايزني اقابله ليه دلوقتي؟ لا، ده هو اللي بعتني عشان عايز يقابلك قبل ما يسافر. اصله خد موافقه بالسفر للخارج عشان العلاج السريع. حجه يعني. على اساس لو التحقيق انتهى باي حكم يقدر يفلسح من بره بره، وهو طبعا له قرايب في لندن وفي باريس. ايه سكت ليه؟ انا مش عايزه عمتي تعرف الموضوع ده خالص، ولا حتى متولي. متولي؟ متولي ده ايه؟ ايه النصاب ده اللي تعمله الحساب؟ سيف السيسي قال ان انت تعرفه كويس. اعرفه كويس قوي، واقول لك كل تفاصيل حياته، بس مش وقته. أنا عايز منك رد دلوقتي عشان حشاد. أنت شكلك كده قلبت عليه مرة واحدة. أعمل إيه؟ باب وهيتقفل وباح خلاص. أشوف مصلحتي بقى زيك. زيي؟ في ناس بتحب الكلام المزوق، وأنا قصته في الحكاية دي، لكن معاك أنت ما ينفعش. أضمن سكة ليك هي الصراحة، وأنا بصراحة عايز السكة بيني وبينك تفضل مفتوحة على طول. وأنا كمان بصراحة كلامك عاجبني. بينا على حشاد.
وفي السكة بقى تحكي لي حكاية متولي. أنا ما يهمنيش، حتى لو رفعوا قصادي برضه ما يهمنيش، مش أنا بعيد عن الكرسي بتاعهم، لكن أنا في نعمة يعلمكم. أنا كده أكبر بكتير قوي وأقوى بكتير قوي قوي قوي. إزاي بقى؟ بتسأل يا سيف، مش عارفة بعد ما أرجع من سفرية أوروبا إيه اللي هيحصل، ولا أنت مش همك إيه اللي هيحصل؟ لا لا لا، إزاي يا باشا؟ تظهر بقى مش عارف معزتك عندها قد إيه؟ ده أنا بس لو رجعت جزء من الفلوس اللي بره رغم القيود اللي عاملينها. والله يا حشاد أنا زعلانة قوي على اللي حصل، بس بصراحة بقى زعلانة أكتر على المطعم. مطعم؟ لا لا مش قصدها يا باشا. لا قصدي يا سيف، الله حشحش كان وعدني، ودلوقتي لما هيسافر ويبقى جنب فلوسه هينسى وعده وينسى مشروعي. حلو قوي إن أنت اتكلمتي. أنا لعلمك بعت لك عشان كده، عشان ما تسافرش وأنت قلقانة هطمنك. مشروع المطعم هيتم. بجد يا باشا؟ هيبقى أصغر مشروع نعمله سوا، ده لو حطيتي إيدك في إيدي بجد. إيدي في إيدك بجد؟ مندهشة ليه؟ مش عارفة قيمتك ولا إيه؟ قيمتي؟ لا قيمتي عارفاها كويس قوي. ثم أنا اتصالاتي بره جامدة قوي، وفلوسي السند جامد قوي. ثم كفايه انت معانا بذكائك وتاثيرك على الكل. انت ايه؟ مغناطيس؟ اشعاع؟ انا؟ طبعا. ولا سيف فاكر عمك عبد القادر يالا؟ طبعا يا باشا، حد ينسى عبد القادر؟ ده راجل داهيه، مفيش واحده قادره تهز فيه شعره. شوف انت بقى عملت فيه ايه؟ قولي هو مفيش اخبار عنه؟ في الابدع منه والاكبر منه لو مات. مات؟ انسي الصفحه قديمه وخلصنا منها. في الابدع منه والاكبر منه، في ناس نايمه على فلوسها ومكتمه من ايام التاميم، ناس كتير قوي. طول ما معانا عروسه البحر الجنيه المسعوره كل حيجي ورا التاني، ده ورا ده ورا ده ورا ده. وانت مسافر امتى بقى؟ قبل ما اقول لك عايزين نتفق على اضخم واحلى حفله نعملها لما ارجع ان شاء الله. احلمي تخيلي، اتركي لخيالك العنان. معاك سيف يساعدك، تحت امر الميزانيه مفتوحه. يا سلام يا سلام يا باشا، احلى فكره يا حشاد باشا. اوعي راجل عره، منظر ونشع على الفاضي ومن جوه معفن. اهدي بس اهدي، انا صعبان عليا اسيبك وانت مفاعله كده؟ ما انا قلت لك الكلام ده من الاول، انت ما صدقتنيش. اصدقك؟ اصدقك وانت صاحب السيسي؟ السيسي مش صاحبي، السيسي زيه زي حشاد وزي حجاج، ابواب رزق اللي بينه وبينهم المكسب والخسار. سيف انا ما انفعكش يا سيف، وبعدين ما بحبش الرغي كتير. ما انت مش هتخسري حاجه لو تسمعيني. قول. حشاد ضاع ونسيه، وانا بقى ما عنديش استعداد اكلم حد تاني عشان يكمل المشروع. وبعدين يا ريت تأموري انا بجد، اديني سياقتك عشان تعرفي. سيف يا سيف، ممكن تفهمني انت عايز توصل لايه بالظبط؟ عايزك تصدق انك انت بالنسبة لي مش مجرد مكسب وخسارة. قلبك ابيض يا امير، انا زي زيهم باب رزق مش اكتر. انت ليه بس مش عايز تصدقيني؟ الله، اصدق ايه بالظبط؟ ان سيف مع الناس حاجة ومعاك انت حاجة تانية خالص. اشمعنى؟ بقولك ايه يا سيف، فوق قوي اللي زيك لو نسي المكسب والخساره يضيع على طول. صدقيني يا تهاني معاك انت. لا طب بص بقى، حاجه واحده بس تخليني اصدقك، لو قدرت تثبت الكلام اللي انت قلته لي على المتولي في الحاله دي ساعتها هصدقك. وساعه ما تصدقيني تبقى عملت لي خدمه كبيره كبيره قوي وتكسب ثقتي، وده يكون عربون التعاون بيننا. ايه رايك؟